التصاعد حدة الخلاف بين حركتي فتح وحماس إثر سلسلة التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات فتحوية في القطاع عشية ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، دفع بحركة فتح لإلغاء مهرجانها المركزي، واقتصر الأمر على احتفالات محدودة. لكن بعض الأماكن مثل حرم جامعة الأزهر بغزة تحول إلى ساحة احتفال إحياء للذكرى. بعد عقد من رحيل الزعيم الفلسطيني، يرى الجيل الشاب أن الخلاف أعمق من مجرد تناقضات حزبية. في حياة ياسر عرفات كان هو صاحب البندقية وكمان صاحب الدبلوماسية، شخص واحد كان يحمل البندقية والدبلوماسية، لكن بعد رحيله انفصل الموضوع، صار ناس دبلوماسيين وناس بتحمل باسم المقاومة، اتشتتت الآراء وتشتتت المقاومة وتشتتت الدبلوماسية. أهم شيء يفتقده الشعب الفلسطيني هو الوحدة الوطنية. ياسر عرفات كان رجل الوحدة الوطنية، كان يحب الناس ويجمع الفصائل ويؤكد دائما على وحدة الشعب. الوحدة اليوم صارت أمنيات ترسم على جدران غزة، مع مشهد سياسي يزداد تعقيدا محليا وإقليميا. القضية اليوم بعد انقسام فتح وحماس، وبعد تخلي المحيط العربي الرسمي عنها، وبعد أن دخل العالم العربي فيما يسمى بالربيع العربي بين قوسين مزدوجين، أعتقد القضية الآن في تعيش تراجع كبير على صعيد الأنظمة والشعوب العربية بسبب انشغالاتها في قضايا الداخلية. هنا في ساحة الكتيبة بغزة، حيث كان يفترض إقامة المهرجان الكبير لحركة فتح، تجمع المئات من أنصار الحركة في مشهد احتفال رمزي. 10 سنوات على رحيل أبو عمار شهدت خلالها القضية الفلسطينية العديد من التقلبات والمتغيرات، لعل أهمها الانقسام الوطني الذي أثرت تداعياته حتى على صورة الاحتفال بذكرى رحيل الرجل. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.